أقامت منظمة ميون لحقوق الإنسان اليوم معرضاً للصور الفوتوغرافية في مدينة جنيف السويسرية تحت عنوان دور المراكز الصيفية في تجنيد الأطفال. واحتوى المعرض عشرات الصور التي تكشف انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق الأطفال المشاركين في المراكز الصيفية التي تقيمها بمناطق سيطرتها ودور تلك المراكز في تجنيد الأطفال. وتوثق الصور كثيراً من الأطفال المغرر بهم في مراكز الحوثي الصيفية الذين تم الزج بهم لمعسكرات التجنيد الحوثية قبل أن يلقوا حتفهم في المعارك. هذا وحظي المعرض الذي بدأ الساعة 11 صباحا بزيارة عدد كبير من قادة منظمات وناشطين وصحفيين وباحثين ومهتمين من مختلف الجنسيات ومختلف وسائل الإعلام. نحن هنا اليوم لنقول للأمم المتحدة والعالم، هؤلاء هم الحوثيون، هذه هي الميليشيات الحوثية التي تقوم بتجنيد هؤلاء الأطفال. هؤلاء الأطفال نبضة بسيطة ليرى العالم ماذا تصنع الميليشيات الحوثية في اليمن. هنالك آلاف الأطفال تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسها إخراجهم من المدارس وإخضاعهم للدورات الطائفية ثم الزج بهم إلى الجبهات. المئات من الأطفال قتلوا في اليمن تحت القصف في محارق الموت. هم الذين قاموا بإرسالهم إلى هذه الجبهات، أرسلوهم من كل المحافظات ليعتدوا على النازحين، ليحاولوا أن يحولوهم إلى قنابل موقوتة، يحولوهم إلى أشخاص إرهابيين مع أنهم أطفال في عمر الزهور. الميليشيات الحوثية قذفت بهم إلى محارق الموت لينالوا حتفهم، والسبب هو أنها لا تريد لهذا الجيل الصاعد أن يتعلم، لا تريد لهذا الجيل الصاعد أن يعرف الحياة، أن يعرف الكرامة، أن يعرف حقوق الإنسان.